المباراة. تفضل فارس، الهواء لك. شكرا شربي الكابتن جمال حاج، كمان شكرا لك، اشتقنا لكم، لكل مشاهدي الام تي في تحيه كثير كبيره لكم مع موسم جديد، والام تي في على الموعد للسنه الثالثه على الطويله باجمل دوري لكره قدم وبكاس النخبه، كاس تحضيري، الكاس المهم كثير يلي بتعطي فرصه لكل المدربين ليجربوا لاعبين الاجانب، ليجربوا لاعبين لبنانيين قبل انطلاق الدوري، ومباراه الانصار والنجمه مباشره عبر شاشه الام تي في، شو ما كان عم بيلعب النجمه بالشباب الانصار مكتمل الصفوف، بتبقى مباراه الانصار والنجمه هي مباراه الديربي، مباراه الكره اللبنانيه، المباراه يلي بينطروها الالاف والالاف والملايين يلي عم يتابعوا شاشه الام تي في خارج لبنان، مباراة نجمة أنصار، أنصار نجمة، هي حلاوة كرة القدم اللبنانية، كان على المدرجات يلي بلش الأمور قبل بشي ساعة، ساعة ونص التشجيع، وما فيني أخبركم قد إيه في عالم خارج أرض الملعب عم يجربوا يدخلوا كلهم لملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس لمتابعة الأنصار والنجمة قبل انطلاق المباراة بطاقتين صفر لأحمد تكتوك وطارق جرايا مع القانون الجديد والقوانين الجديدة يلي بده يبلش المشاهد يتعود عليها، والأمور صار بيقدر الحكم يعطي بطاقة صفراء لأي لاعب لأي إدارة كرة أمامية، فرصة لفريق النجمة وأول ركلة ركلية بالمباراة نجموية ببداية مباراة لصالح فريق النجمة، النجمة اليوم صحيح عم بيلعب ناقص كثير ومن دون لاعبينه الأساسيين، عم يعتمد على الشباب طارق جرايا، بس دائما مباراة الأنصار والنجمة لها أهميتها الخاصة، لها حساسيتها الخاصة، لها حساباتها الخاصة، مين بيعرف شو معقول تكون نتيجة المباراة، ولو على الورق اليوم الأفضلية رح تكون لفريق الأنصار مكتمل الصفوف مع حسن بعتوق، سوني السعد وموني بخط الهجوم، وراهم اللواتي المايسترو عباس عطبي اوريكا وغيره من اللاعبين، الحج مالك على مقاعد الاحتياط، ومواجهه تونسيه سوريه على الارض الطرابلسيه، عم نحكي عن طارق شرايا ونزار محروس، الركله الركليه بتتنفذ، كره لصالح فريق النجمه داخل منطقه الجزاء بيلعبها الكره الحج، وفرصه كانت تكون للاعب الجديد بصفوف فريق النجمه إيساكا ابودو اللاعب الغاني يلي عم بيكون قيد التجربه، ومعقول كثير يكون الاجنبي الثالث لفريق النجمه بدوري الفا هالموسم. الانصار اعتمد على لاعبين اجنبيين، خلص هيدي الامور واضحه من ست الماضي، الحج مالك هداف الدوري لموسمين متتاليين بالاضافه كمان لحسام اللواتي واحد من افضل اللاعبين يلي اجوا الموسم الماضي على كره القدم اللبنانيه، بيبقى مين الاجنبي الثالث؟ الخيار رح يكون بين جواو باولو دي سوزا وموزيس لوكاس دا سيلفا، لاعبين برازيليه عم يلعبوا اليوم بيحملوا رقم 6 و12 بتشكيل فريق الانصار، واحد منهم مبدئيا رح يكون الاجنبي الثالث المدافع بصفوف فريق الانصار للموسم المقبل، يلي كان واحد من الفرق الاكثر تحركا بسوق الانتقالات وابرزها حسن معتوق، ما بدنا ننسى ابدا جهاد ايوب غيره من اللاعبين كالفن داو وابرزه كمان نزيه اسعد، هيدا نزار محروس الفريق الرابع اللبناني يلي عم بقوده نزار محروس، اول فريق لبناني كان معه هو فريق الصفا وفريق الصفا بموسم 2003، من بعدها كمان كان مع فريق العهد بال 2005 كرة بين ايدين علي السبع، وبال 2016 كان مع فريق طرابلس، احرز بطولات والقاب عديده مع فرق عربيه، عم نحكي عن اربيل العراقي كمان فرق عديده كان عم بقودها بالدوري الاماراتي، ما في خطا، حسين عواضه بيتقدم بالكره، كان عم بيطالب بخطا فريق النجمه عن طريق علي الحاج يلي موجود على ارض ملعب الحكم ماهر العلي، بيقول ما في شيء ابدا، يطلب بمتابعه الكره، هون عواضه وعلي الحاج، الحكم كان كثير قريب من مكان حدوث الكره، درب نزار محروس الوحده والجيش بسوريا، ايضا الحزم بالسعوديه، اللواتي بيخسر الكره، قوم يا حسام ما في شيء ابدا قوم، اليوم عم بقود فريق النجمه دفاعيا صخره الامان وامان كره القدم ومنتخب لبنان بامان، وقد تحكي عن قاسم الزين، قاسم الزين بدفاع فريق النجمه
ايضا من ابرز اللاعبين اللي انضموا لفريق النجم عبد الله عيش، الظهير الايسر عبد الله عيش كان موجود مع فريق طرابلس، وغيره من اللاعبين ما بننسى ابدا مصطفى الشمعه، خليل بدر يلي عم يرجع لفريقه من بعد ما كان معار لفريق شباب الغزيه. فريق النجمه باختباره الحقيقي اليوم الاول قدام فريق الانصار يلي رح يلتقوا الفريقين باول مرحله من دوري الفا. الانصار والنجمه شاءت الصدف والقرعه انه يكونوا مع بعض بالمرحله الاولى من بطوله لبنان. حلو كثير من موني، كره داخل منطقه الجزاء بين ايدين عالي السبع، السبع بيطلع من مرمي لا يلتقط كره وبسهوله تامه من دون اي صعوبه ابدا. هيدا طارق جرايا، طارق جرايا المجرم انا بدي اسميه، كان مع فريق السلام عمل وصيف، مع فريق النجمه ببطوله الانديه العربيه قاد الفريق ليكون بالمراحل النهائيه. طارق شرايا من المدربين العصبيين بس رائع جدا، رائع جدا طارق شرايا. شو رح يعمل هالموسم مع فريق النجمه؟ هل رح ينجح مع فريق النجمه؟ هيدا السؤال. حسن معتوق الانتقال كان من النجمه للانصار، لاعب كبير كبير حسن معتوق واسم كثير كبير عم نشوفه قدامنا، لاعب منتخب لبنان و واحد من ابرز اللاعبين اللبنانيين على الاطلاق، بس دايما لاعب واحد يعني ما لازم ياثر ابدا على فريق كبير. وقت عم نحكي عن العهد، عم نحكي عن الانصار، عن النجمه، دايما الحلول لازم تكون موجوده والبديل موجود. شبريكو عم يرتكب خطا واضح، فاول لصالح فريق النجمه، لاعبين عم يلعبوا تحت طقس كتير قوي، الشمس كتير عالية، حرارة قوية، رطوبة كمان مرتفعة، هيدي أمور بدو ينتبهوا لها كتير منيح اللاعبين. ركلة حرة لصالح فريق النجمة، محاولة أولى للنجمة لهز الشباك عن طريق عبد الله عيش، عبد الله عيش بيتقدم بيلعب الكرة مباشرة، عم بجرب يسددها كان عبد الله عيش، الكرة بتروح لركلة ركنية حسام اللواتي، لاعب قدامنا يلي برز بشكل كتير كبير، واللاعبين التوانسي يلي عم نشوفهم أكثر وأكثر رح نشوفهم بدوري ألفا. مراد الهذلي اللاعب يلي وقع على كشوفات نادي النجمة موجود اليوم على مقاعد الاحتياط، رح نشوفه بالدوري اللبناني. ركلة ركنية بتقفز داخل منطقة الجزاء، والمغنية يلي بيلتقط الكرة، مغنية اللي عم يشتغل كتير منيح عليه جهاد محجوب ووزنه كتير نازل لعسل مغنية، واحد كمان وقت بيكون جاهز من ابرز حراس المرمى بلبنان عباس عطوي. اونيكا على الجهه اليمنى، عباس عطوي لاونيكا بيتقدم 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 بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، السبع 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 بيطلع من مرميه ليلتقط الكره بسهوله تامه. ذكي كثير علي السبع حارس النجمه الاول هالموسم، بعد خروج عباس حسن من فريق النجمة علي السبع هو الحارس الأول. كرة هون عم تنقطع من فريق النجمة، بشتتها حيدر خريس لخارج الملعب، رمي التماس، حكام المباراة ماهر العلي بعينه علي المقداد وبلال عرفي، والحكم الرابع مصطفى سعيفين. دايما الثقة موجودة بالحكام اللبنانيين وبالحكام الصاعدين يلي بنتمنى لهم مستقبل كثير منيح، بنتمنى لهم التوفيق. منك سهلة ابدا واحد يكون حكم، لانه بتعرفوا الامور بدها دراسة، بدها متابعة، بدها لياقة. فرصة لفريق الانصار داخل منطقة الجزاء، اللواتي اللواتي او الكرة هون، وتسديدة كانت من حسن معتوق، اول فرصه للمعتوق على مرمى فريقه السابق. هيدا المعتوق عم بيسدد، يا معتوق يا معتوق، هل اذا سجل المعتوق رح يحتفل بمباراه اليوم؟ ما بتصور ابدا اذا سجل رح يحتفل بمرمى فريق النجمه. ركله ركنيه مع حسن معتوق يلي رح ينفذ الكورنر، معتوق بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، فريق الانصار بخط
الهجوم عم يفتقد للحج مالك اللي موجود على مقاعد احتياط. الحج مالك سوبر سوبر، هيدا دايما تيرمينيتور فيكم تسموه للحج مالك قدام المرمى. كل الفرق اللبنانية بتعرف مين الحج مالك، الشباك بتعرف مين الحج مالك، الملاعب الأهداف المرمى بيعرف مين الحج مالك، وأنا بعرف كتير منيح مين هداف الدوري لموسمين متتاليين. 10 دقائق على بداية المباراة مع الحرارة العالية كتير والشوب العالي كتير، يعني رح نتابع المباراة. ما تظلموا اللاعبين إذا شفتوهم بمحل قصروا أو بمحل كانت تمريرة خاطئة أو تسديدة، لأنه الجو منه مناسب أبداً لا يقدر واحد يكون مرتاح. كرة أمامية، فرصة لفريق النجمة داخل منطقة الجزاء، مطالبة بركلة جزاء، بنالتي. الحكم ماهر العلي بيقول ما في شيء أبداً، اعتراض كبير من طارق جراية، اعتراض من جمهور فريق النجمة، و مطالبة شربل بركلة جزاء بنالتي ببداية المباراة لصالح فريق النجمة. ماهر العلي قال ما في شيء، يعني مش بس الأجواء المناخية حارة بمدينة طرابلس الشمالية وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي، إنما أيضا على أرض الملعب. عم نشوف هون الدخول ومحاولة المرور والسقوط على أرض الملعب. حسام اللواتي عم يقول ما في أي شيء على خليل بدر، وماهر العلي قال نفس الموضوع هون، لحظة سقوط خليل بدر ومطالبة النجمة بركلة جزاء. مويزس لوكاس هو اللي كان عم يشترك بالكرة الأخيرة، إضافة إلى حسام اللواتي اللي عقلنا اليوم عم يلعب بدور جديد، دور لاعب الوسط المدافع. حسام اللواتي جوكر فريق الأنصار بكل المراكز، بيقدر يكون موجود بالوقت اللي الحاضر بقوة حاليا على أرض الملعب. هو فريق النجمة عم يمنع الأنصاريين من التقدم. كرة أيضا مقطوعة هون من محمود قعور يلي عم يسقط على أرض الملعب وعم يحصل على خطأ. النجمة بشكل جيد ببداية هالمباراة، بشكل ندي عم يواجه الانصار. حسن معتوق عم يعترض عند ماهر العلي، التوتر حاضر على ارض الملعب. شفنا قبل بدايه اللقاء الحكم ماهر العلي وكانه يعني انا لمحته عم يرفع الانذار بوجه احمد تكتوك، ما بعرف طارق جراية كان الى جنبه، رح نتاكد تحديدا من اللي صار ولمين رفع الانذار فعلا ماهر العلي، ونعرف الاسباب يلي حصلت قبل بدايه المباراه. على كل حال اللعب مستمر حاليا مع وصولنا للدقيقه 12 والانطلاق بوسط الملعب مع المعتوق بدور الحر، بمرر الكره لاونيكا، اونيكا التمرير الاماميه، ثلاث لاعبين سابقين بنادي العهد وتفاهم واضح بين الثلاثي المرعب اونيكا موني والمعتوق. علي الحاج وعم يستلم حاليا، بيحاول ينطلق علي الحاج بين ثلاث لاعبين من الانصار، عم يسقط وعم يحصل على خطا امامه لعباس عطوي اونيكا. ثقه كثير كبيره عم ياخذها علي الحاج اليوم، عم ياخذ مركز مين؟ مركز اللي عدتنا نشوف حسن معتوق في المواجهه بين معتوق وفريقه السابق، وطبعا علي الحاج اللي عنده فرصه كبيره ليثبت نفسه انه هو النجم المقبل، النجم القادر على تعويض المعتوق. حسين شرف الدين بحرك الركله الحره، عبد الله عايش بيعرف الملعب كثير منيح، ملعب فريقه السابق طرابلس اللي انتقل منه الى النجمه بالموسم الحالي. كره ملعوبه للخلف عند قائد النجمه قاسم الزين، على الجهه اليمنى علي فاروق، التمريره الاماميه، محاولات للتحرك من النجموية بالوقت يلي الكرة حاليا بوسط الملعب مع مهدي زين. مهدي تحت الضغط، مهدي زين بحافظ على كرته ممتاز جدا وعم يحصل على الخطأ. يعني اللاعبين الشباب عند فريق النجمة حاضرين بشكل كتير كبير بشخصيتهم القوية على أرض الملعب بالوقت الحالي، تحديدا عم بحكي عن مهدي زين، عن خليل بدر، محمود قور وعلي الحاج اللي عم ياخذوا المبادرة. شوف هون مهدي زين كيف كان عم يحمي كرته أمام حسام اللواتي، عم يسقط وعم يحصل على الخطأ. بالوقت يلي لعب متوقف حاليا، جمهور النجمة عم نشوفه أمامنا على الشاشة بالجهة المقابلة للمنصة الرسمية، وجمهور الأنصار يلي ملأ المدرجات المخصصة له بالجهة المقابلة. ياريت تقدر تشوفوا الحضور الأنصاري مثل العادي يعني بطرابلس، الحضور الأنصاري الكبير، لاحظوا الأنصاريين وما موجودين، هيدي هي اللعبة الشعبية الأولى بلبنان، هيدا هو طبعا جمهور قطبي الكرة اللبنانية، جمهور النجمة والأنصار. بغض النظر شو وضع الفريقين، بغض النظر أهمية البطولة، طبعا عم بحكي عن وضع الفريقين الفني بمرحلة تحضيرية، نحن ما في أي فريق جاهز بنسبة عالية بنسبة 100%، إنما كل الفرق عم تتحضر، كل الفرق عم تستعد، كل الفرق عم ترسم صورة جديدة، والأهم إنه الصورة الأجمل يلي عم تبع لكرة القدم اللبنانية هي عبر شاشة MTV مشاهدينا وبالنقل المباشر أقل من ربع ساعة
على بداية مباراة النجم والأنصار بدور المجموعات بكأس النخبة، والتعادل السلبي لا يزال مسيطر. بذكر انه بالجوله الاولى ضمن المجموعه الثانيه الانصار كان فاز على الاخاء الاهلي عليه 1-0 بهدفه لمحمود كوشك، بينما بالمجموعه الاولى الساحل كان عم يفوز على العهد 3-0 طبعا فريق العهد اللي عم يخوض هالدوره او هالبطوله بتشكيله مؤلفه من اللاعبين الشبان. غزيه والعهد عم يتقابلوا حاليا بنفس توقيت هالمباراة، بالوقت اللي المعطوع عم يستلم كرة عم يحاول يمر عم يحاول يروح المعطوع عم يهرب المعطوع عم يروح المعطوع عم يستمر بتقدمه فول باور اليوم المعطوع عم يلعب كرة على الجهة اليسرى لعند مين لعند موني 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 هو عم يتقدم موني على المشار منطقة جزاء ممكن نشوف التسديد الأنصارية موني عم يتقدم لا يزال عم يواصل تقدمه موني بيلعب الكرة لعند سوني سعد سوني سعد صعب تسديد قوية بيسدد روعة 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 الأنصار عندما بيعمل هجوم بيكون فعلا اعصار من المعتو لموني من الموني لسوني والتسديده القويه خطيره جدا كانت. شوفوا التفاهم الكبير عند لاعبي الانصار قلت بيتمتع بتسديدات قويه سبعني ورد وسدد الى جانب مرمي للسبع. الشباك النجمويه مره جديده عم تنجم بعد المعتو سوني حط النجمويين تحت التجربه تحت الواقع الصعب لعلي السبع، انما هالمره الكره ظلت الطريق الى الشباك بالاعاده مره جديده. صاروخ سوني سعد الصواريخ اللبنانيه للاعب الامريكي المولد يلي شفنا واحد من اجمل اهداف دوري الفا اذا ما كان اجمله بالموسم الماضي بتوقيع سوني سعد عندما سدد كره صاروخيه بشباكه لمصطفى مطر حارس مرمى السلام صغرته على ملعب بيروت البلدي. على كل حال الانصاريين حاضرين جاهزين والمعطوء ايضا هو عم يحصل على الخطا حاليا من حسين شرف الدين ماهر العلي. مباراه من سهله بالتاكيد على ماهر العلي مثل ما هي من سهله على الانصار والنجم اونيكا بحاول يغير اتجاه اللعب انما الكره بتروح من محمود قاور في تسلل في تسلل في تسلل. الحكم بيقول ما في اي شيء مع انه الحكم المساعد الاول رفع الرايه وعاد ونزل. على كل حال القرار كان لماهر العلي واللاعب عم يستمر مع المعطوء عم يقاتل على كل كره ما بعقول المعطوء هالروح اللي عم يلعب فيها اليوم عبد الله عيش عم يرتكب الخطا على حسن معطوء يعني الروح يلي عنده اياها المعطوء وكانه نازل على المباراة وهو بده يثبت نفسه انما الكل بيعرف امكانيات معطوء بيعرف قدرات المعطوء. المعطوء على ما يبدو له كلام اخر من خلال هالمباراة عم نشوف حسن معطوء بكل الملعب عم نشوف حسن معطوء حاضر على كل هجمة انصارية وعم نشوف المعطوء عم بيشاكس ليل هن المرات شفنا فيهم حسن معطوء بهالحالة الشرسة على الصعيد الدفاعي مع اونيكا لعند سوني سوني بيلعب الكرة عرضية خلفية انما الكرة عم تمر عن جميع لاعبي الانصار وبتبقى مع الفريق الاخضر مع حسام اللواتي لعند الشبريكو. شوفوا الشبريكو وحسين عواض الظهيرين دائما ملتزمين بمراكزهم بالوقت يلي عم شوف جواو باولو ومواطنه البرازيلي موزيس لوكاس قلبي الدفاع عم يتقدم ولمواكبة الهجمات. موزيس لوكاس لاعب رقم 12 شوفوا ملا قوة بدنية عنده اياها بذكرني كثير بمدافع الانصار السابق فابيو اللي ايضا لعب لفريق العهد. كرة حاليا بالخلف مع مويسيس لوكاس منه لعند حسين عواضة سينو ايضا اليوم بمركز الظهير الايمن لا يزال غياب نصار نصار عن التشكيلة الانصارية. اللاعب يلي تعودنا نشوفه موجود بمركز الظهير الايمن نصار نصار عم بغيب اليوم اذا عن تشكيلة الفريق الاخضر. أكيد مننتظر نشوف الفرق بصورة مغايرة كليا مع انطلاق الموسم الجديد انطلاق دوري ألفا يلي طبعا مشاهدينا رح تشوفوه للموسم الثالث على التوالي مباشرة وحصريا عبر شاشة ام تي في مع مواكبة كبيرة لكل المباريات. كرة ملعوبة عبد الله عيش مقطوعة بتروح لعند علي الحاج ممتاز الشغل اللي عم يعمله علي الحاج لكن محاصر من خمس لاعبين انصاريين ورغم الشيء عم يقدر يمر الكرة عم تتوقف لعند سينو يعني فارس الامور واضحة جدا النجمة ما منه يعني منه عم يستعمل يعني اذا فينا نقول عم يستعمل الدفاع كوسيلة للهجوم مثل ما بينقال انما النجمة عم يهاجم بقلب كبير وعم يواجه الانصاريين هجمة بهجمة بتنقص النجمويين فقط بالثلث الاخير انه يقدروا يصنعوا الخطورة يلي عم تكون عبر مبادرات فردية تحديدا عبر علي الحاج وخليل بدر مثل الكرة الاخيرة ايضا يلي كان عم يحاول من خلالها يخترق المنطقة محمود قعور وتواجه مع حسام اللواتي. فعلا حسام اللواتي عم يعمل شغل بمركزه الجديد اليوم. شربي الهيدا اللي بنقوله دايما بغض النظر مباراة الانصار والنجمة الاسماء
بدنا ننسى الاسماء لانه حتى اللاعبين الشباب بيقدموا كل شيء في عندهم، بيعطوا كل شيء بيملكوه بهالمباراه، لانه بنعرف الشحن المعنوي، الشحن يلي بيكون لكل اللاعبين، حكي الشارع السوشيال ميديا قبل المباراة، فبفوت على المباراة عم بيعطي كل شيء في عنده، بيعطي أكثر من طاقته 100 مرة. أنصار نجمة، حلاوي كرة القدم اللبنانية، كرة داخل منطقة الجزاء من دون تركيز أبدا، هالكرة بتلعب من مهدي الزين، ما بيقدر حدا يستفيد منها، والكرة أنصارية بهالوقت. طارق شرايا وبلال فليفي المساعد، نزار محروس موجود كمان بالمكان المخصص له، نزار محروس لاعب منتخب سوريا السابق اللي لعب اكثر من 100 مباراة مع المنتخب السوري. اونيكا يتقدم، بغيب عن صفوف فريق النجمة كمان اليوم علي حمام يلي وصل من السفر متاخر، علي حمام والتحق يعني بالتمارين، ادريسان يانغ عنده اصابة صغيرة، ومحمود سبليني بالاضافة الى ماهر صبرا يلي انتظم بالتدريبات العادية بانتظار انه اللياقة تكون موجودة والجهوزية الفنية. بطاقة الصفرة بهالوقت لحسين عواضة عم ياخد انذار لاعب فريق الانصار، حسين عواضة اللي جدد عقده مع فريق الانصار، يرجع بيقوم عبد الله عيش، عبد الله عيش بيعرف كثير منيح هالملعب، كان مع فريق طرابلس يلعب على هالملعب تحديدا، هون الخطأ يلي صار والاحتكاك يلي صار تحت انظار الحكم الرابع مصطفى سعيفين وتحت انظار الحكم ماهر علي. مباراة الانصار والنجمة دائما بتكون في حساسية خاصة بين الفريقين، لهالسبب الحكم بده يعد دائما للعشرة، وبده يكون قراراته صارمة، قراراته صريحة، حلوة كثير من اللواتي، بيمدح هون بشوفه للعواضة، العواضة بيتقدم لمين بده يلعب، العواضة بفضل يرجع للأونيغا، أونيغا منه للواتي، اللواتي بمنتصف ملعب عنده رؤية كثير حلوة، هاللاعب يعرف وين بده يمرر، شبريكو أمامية للمعطوء، المعطوء 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 بيدخل، وبالنهاية المعطوء كرة لخارج الملعب، تعليمات شراية واضحة، ممنوع يتنفس حسن معطوء، ممنوع يمرق حسن معطوء، ممنوع يعمل دريبل عن أي لاعب، لأنه خطورة حسن معطوء دائما موجودة. شوفوا واحد اثنين ولهلا عم بيقوم بواجبه علي فاروخ الظهير الايمن بصفوف فريق النجمة على اكمل وجه، هيدا المطلوب من علي فاروخ. علي السبع بيلعب الكرة امامية عالية بيبعدها المدافع البرازيلي مويزيس لوكاس دا سيلفا، خلينا نقول له دا سيلفا، اونيكا بيمرر بهالوقت لحسن سعد سوني داخل منطقة الجزاء، عليه لاعبين، لاعب واحد ما بكفي، لاعبين حسين شرف الدين وعاصم الزين، وين رايح؟ وين رايح؟ وخطأ جديد هالمرة على عبد الله عيش، عبد الله عيش عم ينفذ رمي التماس وكأنه ما في شيء أبدا، هو ارتكب الخطأ، ونزار محروس عم بيطالب الحكم ببطاقة صفراء، عم بيقول له لازم ياخذ بطاقة صفراء عبد الله عيش على هالخطأ يلي ارتكبوه. جمهور الفريقين عم يتابعوا المباراة، جمهور الأنصار اليوم عدده أكبر من جمهور النجمة، داخل منطقة الجزاء حسن معطوء، حسن معطوء بيتقدم بيتقدم، بيلعب الكرة رأسية كانت من اللاعب البرازيلي دا سيلفا، عم نشوفه قدامنا موزيس لوكاس دا سيلفا يلي على السبع بينطقت الكرة وبيحرم فريق الانصار من الهدف الاول بالمباراة. حسن معتوق هيدي المباراة مباراته، بده يثبت حسن معتوق يا شربيل انه انا المعتوق، انا افضل لاعب من لبنان، انا حقي موجود دائما، قد ما ينطلب بحسن معتوق يعني صفقة منا خسرانة ابدا، وهذا الشيء اللي بده يبرهنه حسن معتوق بمباراة اليوم بمواجهة زملائه السابقين، بمواجهة فريقه السابق، وكمان ما بدنا ننسى إذا بنطلع بالأنصار اليوم بنلاقي في موني، في عباس عطوة، في حسن معطوق، ثلاثي خطر كثير ظهر من فريق العهد، خلينا نقول مرقوا مع فريق العهد، وفريق العهد ما بيتأثر بأي لاعب، بعده البطل وبعده محافظ على صورة البطل بالرغم
من انتقال ابرز لاعبينه لبقيه الانديه اللبنانيه. يعني فارس حسن معتوق لا جدال لا كلام حول قدراته حول امكاناته، يعني مش جديد يلي عم يعمله حسن معتوق على ارض الملعب، ولا انه حسن معتوق بحاجه ليفرج حدا او يبرهن لحدا انه شو قادر يعمل على المستطيل الاخضر. حسن معتوق حسن معتوق بغض النظر عن الوان يلي عم يرتديها، حسن معتوق هو المتعه، هو الروعه على ارض الملعب، هو صاحب الفنيات والامكانيات العاليه، قائد منتخبنا. عم نشوفه بالاعاده هون بهالكره العرضيه، لكن راسيه بوزيس لوكاس بين يدي علي السبع بسهوله تامه كان عم يلتقطها. الخطوره الانصاريه مره جديده، نعم الانصار اخطر، الانصار يعني طبعا يلي فاز فقط مرتين على النجمه بتاريخ لقاءاتهم ال14 ضمن مواجهاتهم بكاس النخبه، كان في 6 انتصارات للنجمه و6 تعادلات بين الفريقين باللقاءات ال14 بذكر بيناتهم بكاس النخبه، اولهم كان عام 1996 والمباراه النهائيه اللي فاز فيها النجمه 1-0 بهدفه لاحمد بوره، واخرهم طبعا بدور المجموعات بعام 2017 عندما فاز النجمه ايضا 3-2 علاء البابا والحاج مالك كانوا سجلوا للانصار، موسى كبير وحسن محمد ونادر مطر هن يلي كانوا سجلوا لفريق النجمه. على كل حال النجمه هو النجمه بكاس النخبه، 11 رقم 3 منهم على التوالي، هو طبعا مع معتوق فاز بالموسم الماضي وبالصيف الماضي بلقب النخبه، انما اليوم الامور مغايره، الانصار عم يطمح لكل الالقاب وهذا امر واضح من خلال تركيبه الفريق الانصاريه بالموسم الجديد مع كره حاليا عم يخسرها جهاد ايوب، بتروح عند خليل بدر بيحاول ينطلق، خليل ممتاز جدا طلق بشكل كبير مع الشباب الغزيه بالموسم الماضي، ايضا عبودو ايساكا المهاجم الغاني، كره لعند علي الحاج، علي الحاج بعفصة على كرته ايضا ممتاز، عم يقوم الكره التمريره الاماميه مقطوعه مره جديده من موزيس لوكاس اللي عم يقدم نفسه بشكل جيد مع التمريره الاماميه، البينيه سوني صاد، مين اسرع على السبع هو الاسرع، السباق الى الكره بعد بينيه اونيكا صاحب النظره الثاقبه بعين النسر يا اونيكا، الرقم 10 مره جديده للرقم 7 حسن معتوق يلي عم يطلع، حسن معتوق عم يعمل بده اياه على ارض الملعب، مو يا سوني يا سوني مونيكا بانتظارك شو عملت؟ حسن سوني سعد اختار يسدد بقدمه الضعيف بقدمه اليسرى، انما الكره كانت عم ترتد والانصار عم يفوت فرصه، عم يفوت فرصه حقيقيه وفرصه ثمينه لافتتاح التسجيل، رح تشوفوا بالاعاده الشغل الكبير يلي عم يعمله معتوق مره جديده على الجهه اليمنى، سوني دائما عم يروح على العمق، هذه النقطه اللي تحدثت عنها مع كابتن جمال الحاج، سوني بالعمق هون التمريره لعند مين؟ التمريره كان مفروض تكون لموني الى يسارك، ما بين بالكادر بلا بين بالكادر بين علينا، لكن ما بين على سوني وفرصة انصارية ثمينة جدا عم تضيع للفريق الاخضر. 27 دقيقة 4 فرص حقيقية عم تكون لفريق الانصار على مرمى النجمة، الجمهور الاخضر بانتظار افتتاح التسجيل بالوقت يلي يعني النجمة متمسك بطموحاته، متمسك بآماله، متمسك ايضا بقدرة لاعبينه الشبان يلي عم يقدموا 28 دقيقة جيدة جدا، اداء رجولة تحديدا من بعض اللاعبين يلي عم يطلوا للمرة الأولى علينا عبر شاشة ام تي في، مثل علي فاروق، مثل حيدر خريز يلي كان معارض الموسم الماضي إلى فريق البرج وساهم بصعوده إلى الدرجة الأولى، هيدا نزار محروس المدرب السوري يلي فيه يقول عائد إلى لبنان، هالمرة إلى فريق الأنصار نزار محروس، ومع الأنصار بينتظر الألقاب مثل ما بينتظر منه طبعا الأنصاريين العودة إلى منصة التتويج تحديدا على صعيد بطولة الدوري، مع المرة اللواتي هو عم يهرب على شأنه من اللواتي عم يختار المطعم، فرصة هدف أول، هدف أول، هدف أول، هدف أول، جول ما طال الانتظار حتى سجل الأنصار، ومع انفجرت الفرحة الأنصارية بمدرجات الطرابلسية، ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس فعلا عم يهتز على وقع التسديدة، تسديدة بوني اللي أدت الشباك، المرة يا سوني شفت كيف بيمرروا، شفت كيف بيلعبوا العرضية، العرضية التونسية من اللواتي أفضل صانعي الألعاب بالموسم الماضي، كان عم يصنع أول أهداف المباراة، جمهور الأنصار فرحة كبيرة، فرحة من دون شك مستحقة للأنصاريين اللي مثل ما قلت كانوا على الطرف الأخضر، شوفوا اللواتي كيف هرب، اللواتي هرب، اللواتي اخترق، اللواتي مرر الكرة على طبق من ذهب، موني ما فكر مرتين، سدد بقوة بالشباك على السبع هالمرة، ما في رحمة، بلا قلب أطلق رصاصة قاتلة فعلا بقلب الشباك، بقلب الشباك النجموية لتعلن عن أول الأهداف الأنصارية، إذا الأنصار 1، النجم 0، اللواتي هون استغل
سقوط حسين شرف الدين، تأخر عبد الله عايش، وعلى غفلة من باقي مدافعي النشمي، الكرة اللي ارتدت من علي السبع إلى موني، افتتاح التسجيل فعلا فارس لفريق الأنصار بتسديدة بالدقيقة 28 عبر حسن شعيت وموني. يعني فينا نقول المنطق فرض نفسه من بداية مباراة فريق الأنصار بهالتشكيلة الكاملة باستثناء الحاج مالك، مع تشكيلة من الشباب عم بيخوضها فريق النجمة لهالمباراة، عنده الأفضلية عم بيكون فريق الأنصار من خلال الاختراقات يلي عم بتصير على مركز الظهير الأيمن خاصة، بينما الظهير الأيسر علي فاروق عم بيقوم بدوره على أكمل وجه من بداية المباراة. تمريري حسام اللواتي وصلت يعني بالصدفة لموني، ما كان عم بمرر لموني، كان عم بمرر لسوني سعد، أبعدها علي السبع وصلت لموني، موني من دون خطأ، موني من دون صعوبة عم بيسدد داخل الشباك ليعلن يعني تقدم الأنصار. صار من ساعة على بداية المباراة والنتيجة 1-0، تقدم الأنصار، تقدم نزار محروس على النجمة على طارق جرايا بهالمباراة الافتتاحية لفريق النجمة بكأس النخبة. الأنصار كان حقق فوز على الإخاء الأهلي علي 1-0، هدف كان لمحمود بجوب بالدقيقة 81 من المباراة. هيدا لقاء ال 15 اليوم بين الفريقين، النجمة سجل 6 انتصارات 6 تعادلات، مرتين الأنصار فاز بس على النجمة بكأس النخبة. النجمة سجل قبل هالمباراة 22 هدف بمرمى فريق الأنصار بكأس النخبة، بينما الأنصار سجل 14 هدف. سوني سعد كان لازم يترك الكرة، سوني سعد ما قدر إنه موني قدام رح توصل لموني لو ترك الكرة. موني صاحب الهدف الوحيد هلا بالمباراة، بمرر لشبريكو ترجع لموني، موني تمريرة خاطئة تنتقل سريعة لفريق النجمي. شو بده يعمل اللاعب الأجنبي إذا ما كان في حد وحدا يقدر يمرره، إذا ما كان في لاعبين من مستوى نادر مطر، لاعبين من مستوى أبو بكر المل عم بيحكي بالتشكيلة، مراد الهبلي إذا ما كان موجود، كيف بدنا نختبر اللاعب الأجنبي؟ عباس عطوي اونيكا بمرر لعواضة، عواضة 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 بيتقدم، عواضة بكل المراكز بيلعب، عواضة بمرر لعطوي، عطوي منه للمعتوق، المعتوق داخل منطقة الجزاء، المعتوق عاصم الزين بيقطع الكرة بطريقة سليمة، عاصم الزين بيعرفك يا معتوق، حافظك يا معتوق، بيعرف كل الكرات، بس المعتوق بأي لحظة بيقدر يضرب، بأي لحظة بيقدر يسجل، بأي لحظة بيقدر يمرر هدف، اسيست للمعتوق. هيدي الامور دايما موجوده عند افضل لاعب بالدوري اللبناني، عند افضل لاعب بالسنوات الاخيره مرق على الكره اللبنانيه. علي السبع منه لقاسم الزين، قاسم الزين بالخط الاول، الثاني تعرض للخطا قاسم الزين، وبهالوقت على ارض الملعب في اصابه قاسم الزين وماهر العدي. والحديث بين هون اول ثاني ثالث، والخطا يلي صار جهاد ايوب يلي انتقل هالموسم لفريق الانصار من فريق البقاع، وراح يكون موجود مع الكتيبة الخضراء مع الزعيم الاخضر صاحب 34 لقب، موزعين عم نحكي بين الدوري والكاس النخبه والسوبر، بينما النجمه 31 لقب ايضا بين الدوري الكاس النخبه والسوبر. جمهور كثير كبير عم بيتابع شاشه ال تي في، وصلنا صور بالكافيات بالمقاهي قاعدين عم بيتابعوا المباراه. قاسم الزين عم يحصل على انذار، ماهر العلي ما عم يرحم حدا من بدايه المباراه، عم بيوزع بطاقات ماهر العلي، 4 بطاقات لهلا. بيرجع بيقول جهاد ايوب اول الثاني ثالث مع الخطا اللي صار، بس الحكم كان عم يحتسب خطا قبل لصالح قاسم الزين. 33 دقيقه على بدايه المباراه، النتيجه تقدم الانصار على النجمه 1-0. فريق النجمه لهلا ما عنده محاوله خطره على مرمى فريق الانصار، محاولات خجوله عم بتكون، وفي تسلل على عبد الله عيش. عبد الله عيش كان موجود
لموقع التسلل، ارتد الخلف ليستفيد من الكرة ليأخذ الكرة. أول ما لمس الكرة الحكم المساعد بلال عرفي عم يرفع رايته ليالو عن حال التسلل. حسين عواضة، حسين عواضة بيتخطى الأول، الثاني، الثالث، بعد الكرة مع حسين عواضة مش لوقت كتير لأنه حسين شرف الدين بيرجعها لعند علي السبع، وعلي السبع بيلعب الكرة أمامية لاعب برازيلي سهل كتير ليبعدها حسين عواضة وين ما كان بكل الملعب. حسين عواضة لاعب كامل، لاعب متكامل، فيك تكون مطمن بالك يا نزار محروس. هالموسم عندك بكل مركز ثلاث لاعبين، وهيدا المطلوب ليقدر الأنصار يستعيد زعيمة الكرة اللبنانية ليرجع للألقاب يلي افتقد لإلها خاصة لقب الدوري. بينما فريق العهد ايمن بيشتغل على السكت، وحسب معلوماتنا شربل اللاعب التونسي القادم لفريق العهد، كنا بحديث انا وحسام اللواتي قبل بدايه المباراه كان عم بيقول لي لاعب بالمستوى عالي جدا جدا اللاعب التونسي يلي مبدئيا رح ينضم لصفوف فريق العهد ليكون الى جانب كتيبة باسم مرمر هالموسم. يعني احمد العكايشي اسم غني عن التعريف من دون شك، لاعب كان عنده صولات او جولات ان كان بالملاعب الافريقيه وحتى الاوروبيه والخليجيه، يعني بالمانيا لعب مع انجولشتات، بالخليج لعب مع الاتحاد، اتحاد جده، الفريق الغني عن التعريف. وصوله الى فريق العهد من دون شك راح يكون اضافه ايجابيه كثير كبيره للعهد، واضافه هجوميه مهمه جدا قبل لقائه بنهائي منطقه غرب اسيا بمسابقه كاس الاتحاد الاسيوي مع الجزيره الاردني. هون حاله التسلل اللي عم يعترض عليها بشكل كثير كبير فريق النجمه، حاله التسلل اللي احتسبت على خليل بدر رواد، حسين عواضه عم يحصل على الخطا المره من عبد الله عيش، خطا لمصلحه فريق الانصار. اقل من 10 دقائق على نهايه الشوط الاول، طبعا على الهاف تايم رح نكون بحديث مع كابتن جمال حاج، صدقوني عندنا الكثير لانه نحكي فيه، نحكي كثير عن فريق النجمه رغم تاخره بالنتيجه، لانه بينقصوا بعض الانسجام والتناغم بين اللاعبين الشباب ليقدروا يكونوا عم يحققوا طبعا او عم يسجلوا اداء افضل على ارض الملعب، لكن اكدوا حضورهم الجيد جدا بالشوط الاول من المباراة. نعم بدي اعتبر حضور لاعبي النجمه الشباب جيد جدا، الرغبه، الروح القتاليه، طبعا السعي لاثبات النفس بشكل كثير كبير واضح جدا بوقت يلستوني بصراع مع حسين شرف الدين اللي عم يقطع الكره الى خارج ارض الملعب. رمي التماس لمصلحه الانصار بالوقت الحالي. كره ملعوبه بوسط الملعب، حسام اللواتي موني كيف بحاصروا منطقه النجمه بخمس لاعبين، هذا امر فعلا مرعب بالنسبه لأي خصم عم بواجه الأنصار أو لكل خصوم الأنصار بالمراحل المقبلة. حتى ست لاعبين بيكونوا بالعملية الهجومية الحصار، لكن بده يطبوا كثير منيح الأنصاريين، ممكن ينكشفوا بأي لحظة. إذا جوا فاولو وعم يقطع الكرة أيضا ممتاز لحد الوقت، يعني المنافسة بين اللاعبين البرازيليين جوا فاولو وموزيس لوكاس على كسب مكان بالتشكيلة الأنصارية الأساسية للمرحلة المقبلة. مين رح يخلف ابو بكر ليو كامارا كلاعب مدافع اجنبي؟ يعني حسام اللواتي والحاج مالك باقيين مددوا عقدهم كان بالموسم الماضي، مع نهايه الموسم الماضي وحتى قبل نهايه الموسم الماضي كان تم الاتفاق مع اللاعبين. هذا حسام اللواتي صعب تمريره الحاسم يلي من خلالها قدر موني يسجل الهدف الاول بالمباراه. الانصار 1 النجم 0 مع وصولنا الى الدقيقه 38. اللاعب متوقف مره جديد، صافرات ماهر علي كانت كثيره مثل ما هي، الاحتكاكات كانت كثيره وكبيره بالشوط الاول من المباراه. كره عند الشمبريكو على الجهه اليسرى، بتنتقل لعند مين؟ لعند جهاد ايوب صاحب القدم اليسرى الجميله منه لعند الاونيكا. يا سلام على لاعبي الانصار عند ما بينقل الكره بطريقه سلسه بطريقه سهله وبيلاقوا بعضهم بشكل كثير كبير. حسين عواضه بيسلم المعتوق وبيروح على الجهه اليمنى، الاستلام العواضه، الادفانتج موجود، الادفانتج موجود فعلا، الادفانتج موجود، المعتوق عم يهرب على الجهه اليمنى مره جديده، الكره العرضيه انما لعند علي السبع المره، ارتدت من عبد الله عيش الى علي السبع بالوقت يلي حسين عواضه ايضا رجع ليجدد تفاهمه مع زملائه السابقين بفريق العهد. يعني عدد من اللاعبين يلي مروا بصفوف بطل لبنان اليوم عم بيكونوا اضافه كثير كبيره لفريق الانصار. مويسيس لوكاس بيقطع الكره مجدد مع اونيكا، الاستحواذ الاكبر هو لفريق الانصار بالوقت الحالي مع كره ملعوبه حاليا. سوني بوسط الملعب ما في اي لمسه يد بيقول حكم ماهر العلي، ممتاز كان قريب الحالي. اونيكا يا سلام عليك يا مايسترو، عم يعرف يلاقي زملائه بشكل كبير. المعطوع عم يحاول مورفال عم يتلعب بعبد الله، المعطوع عم يلعب العرضيه،
الخلفية المرة عبد القطاع. ما معقول شو عم يعمل المعتو على أرض الملعب تحديدا من وقت ما انتقل من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. قالوا لسوني روح خذ المركز اللي بدك إياه، خذ المكان اللي بدك إياه على أرض الملعب واترك للجهة اليمنى. عم يعمل العجيب هيدا يلي فيه يقوله معتوق بالشوط الاول. لاحظوا استلم الكره بكل مره عم يستلم فيها، نقطه ضعف النجمه اصبحت واضحه على الجهه اليسرى. شوفوا كيف تلاعب بعبد الله ايش، خدعه تماما، لعب على الخلفيه باتجاهه لسوني، لكن الكره المره ما وصلت للرقم 8 الى خارج ارض الملعب. رمي التماس رح تكون للانصار بالوقت يلي على السبع عم يتلقى العلاج. 22 هدف سجل النجمة بمرمى الأنصار بكأس النخبة، ومع هدف موني اليوم الأنصار عم يرفع رصيده إلى 15 هدف بمرمى النجمة بهالبطولة. يعني المعتوق عم يدوق النجماويين اليوم يلي أضاقوا للأنصاريين طوال موسمين. آخر مرة التقوا فيها النجمة والأنصار بالدوري بالجولة 20 تحديدا الموسم الماضي، كان النجمة عم يفوز 1-0 بهدفه للمعتوق، علما انه فاز ذهابا ايضا 4-2. هدفين كانوا بوقتها لنادر مطر، حاج مالك واللواتي هن اللي سجل للأنصار. الأنصار بنهاية المشوار كان هو عم ياخذ مركز الوصافة خلف العهد بعد ما كشف عن وجهه الهجومي الرهيب. 53 هدف للأنصار، 26 بالذهاب و27 بالإياب. حج مالك، موني، سوني واللواتي مجموع أهدافهم كانت 38 من أصل 53. طبعاً حج مالك توج هداف للموسم الثاني على التوالي ب 19 هدف، موسمه الأول كان عنده 15، موسمه الثاني 19، ومعتوق صاحب السبع أهداف أيضاً بالموسم الماضي عم ينضم لهم. يعني مع وجود الحج مالك مع فريق الأنصار وموني وسوني واللواتي ومعتوب بيكون الأنصار عم يجمع 45 هدف شاهدناهم وتبعناهم واستمتعنا فيهم بالموسم الماضي. النجمة بمرحلة الدفاع عن لقبه بكأس النخبة، فاز بالموسم الماضي 1-0 على اللقاء الأهلي علي. هيدا هو الحاج مالك، هيدا هو السفاح، هيدا هو مرعب الحراس وجلاد الحراس على مقاعد البدلاء. يعني فارس مشهد ما تعودنا نشوفه ابدا ابدا. حاج مالك على البنش، لكن باي لحظه بيقدر يفوت وبيقدر ينزل. هيدا اللي كنت بقوله انا شربي، لانه فريق الانصار صار عنده بكل مركز لاعبين، ولاعبين من نفس المستوى. صحيح حاج مالك مميز كثير، بس هجوم الانصار بامين بحل حاج مالك لا سمح الله اصيب او كان عنده تراكم انذارات. ما بينخاف ابدا على فريق الانصار. الحاج مالك وقت بيكون بارض الملعب اكيد قوه هجوميه رح تزيد. حيدر خريس بيرجع الكره لحسين شرف الدين، منه لقاسم الزين، قاسم الزين لحيدر خريس. حيدر خريس عم بفتش لمين بده يلعب الكره، لمين بده يمرر الكره لعلي الحاج. حيدر خريس صعبه صعبه كره النجم لتوصل لمنطقه الانصار، بينما فريق الانصار وصوله لمنطقه النجمويه اسهل بكثير. عم بتكون قاسم الزين بيلعب كره عاليه، الشبريكو بلمها، رامي التماس رح تكون لصالح فريق الانصار مع اعتراض من طارق شرايا عم بيطالب برامي التماس لإله، يعني لفريقه. رامي التماس قبل 3 دقائق على نهايه الوقت الاصلي لزمن الشوط الاول والتقدم انصاري 1-0. جمهور الانصار ما سكت من بدايه المباراه، عم بيشجع فريقه من اول دقيقه. حسن معتوق، حسن معتوق وحسين شرف الدين، حسين شرف الدين بيوقف المعتوق بهالكره. يعني مش كل كره بده يمرق المعتوق ومش كل كره بدها تتوقف عن المعتوق، بس وقت يقطع المعتوق عملوا حساب انه كره خطره كثير. تدخل بهالوقت من اللاعب البرازيلي جواو باولو دي سوزا يلي بيبعد الكره لخارج الملعب. رامي التماس نجمويه، حسن مغنيه بعد ما شفناه بهالمباراه. جمهور النجمه تحت اشعه الشمس بالشوبات بالحراره العاليه موجودين لمتابعه فريقهم. هول المجانين يلي انا سميتهم مجانين النجمه، فعلا مجانين النجمه وين ما كان بتلاقيهم موجودين. الأونيغا بمرر بس على السبع بيطلع من مرميه. على السبع صار اكثر من مره ظاهر من مرميه ليغطي هالكرات الطويله اللي عم بيلعبوها لاعبين فريق الانصار. عبد الله عايش لمين مش لحدا ابدا، الشبريكو موجود ليمرر لموني،
موني 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 للمقطوع لا جول 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 المقطوع عم بيسجل المقطوع عم بهز شباك على السبع المقطوع عم بيستفيد من تمرير موني ليسجل على يمين على السبع الهدف الثاني بالمباراة يا معطوء هيدا المعطوء يلي بنعرفه هيدا الكنترول هيدا السديدة وهيدا الشباك يلي عم تهتز من حسن معطوء فرحة أنصارية جنونية موجودة بملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس عاصمة الشمال يلي عم تهتز الشباك النشبوية بهدف ثاني من المعطوء المعطوء ولعها المعطوء رد على كل يلي عم ينتهدوه عم بقول لهم انا حسن معطوء انا اللي بسجل انا اللي بمرر انا يلي بقدر اعطي الافضليه اكثر واكثر لفريقي الانصار بغض النظر عن تشكيله الشباب شربيل لفريق النجمه الانصار منافس حقيقي اول على لقب بطوله لبنان وايضا المعتوق ما بيمزح ابدا فارس امام الشباك شوف كيف تلقى التمريره الرائعه جدا من موني برافو لموني ايضا بالتمريره البينيه الجميله جدا فعلا الانصار عم يمتعنا على ارض الملعب استغل ثغره بدفاع النجمه ودائما عم اقول انه الجهه اليسرى النجمويه ضعيف جدا عنده مشكله كثير كبيره النجمه على الجهه اليسرى قادر يستغلها المعتوق عم ينسل كان بين الدفاع كنترول صغير وتسديده الى يمينه لعلي السبع عم تعلن عن ثاني اهداف المباراه ما بيهدب بروق المعتوق الا ما يلاقي الطريق الى الشباك هيدا امر دائما بنقوله وهيدا امر تاكد من بدايه المباراه رغبته كانت كثير كبيره للوصول الى شباك النجمه هيدا امر واضح سجل المعتوق ما احتفل المعتوق لكن احتفال الانصاريين كان كثير كبير بيقدر الانصاريين يكونوا راضيين عن اداء فريقهم بالشوط الاول من هاللقاء بدون شك اداء كبير للفريق الاخضر اداء ممتع للفريق الاخضر بالوقت يلي عم ينتهي الشوط الاول بين العهد والغزيه 1-1 لغزيه كان تقدم عبر رامي فقير رح نتاكد مين يلي سجل هدف العهد يلي على ما يبدو اجى بوقت متاخر مهدي فحص فعلا بالدقيقه 45 هو يلي عم يعادل النتيجه ردا على هدفه لرامي فقير بالدقيقه 35 1-1 إذا النتيجة ضمن المجموعة الأولى يلي بتضم الساحل أيضا شباب الساحل يلي مثل ما ذكرت كان فاز على العهد 3-0 بالجولة الأولى مع كرة أيضا المعطوق فرصة هدف ثالث المعطوق 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 المرة تسديدة المعطوق مع مضايقة مدافعي النجمة مرت إلى يمين على السبع عم يعملوا اللي بدهم على أرض الملعب لاعبي وسط عند فريق الأنصار حسام اللوادي تحديدا شوفوا كيف بيلمح المعطوء المرة تأخر شوي تباطئ شوي وصل له حسين شرف الدين ما معقول ما معقول حسن معطوء كيف عم بيكون موجود بكل حالة هجومية أنصرية جمهور النجمة بحالة هدوء تام لكن بده يكون ايضا بحاله صبر انا برايي على هاللاعبين الشبان يلي قدموا مثل ما قلت حتى تسجيل الهدف الاول شوط اول جيد ما في نجمه كبيره على ارض الملعب انما في فريق بيتمتع بالروح وبيتمتع طبعا بالامكانات حيدر خريس وعم يطلع بالكره بوسط الملعب بيسلمها لعند ايساكا ما شفنا شيء من المهاجم الغاني لحد الوقت ايساكا عم يستلم لعلي الحاج بحاول يمر ايساكا ايساكا بحاول يدخل منطقه الجزاء لكن حسين عواضه فعلا حسين عواضه باداء رجولي كثير كبير عم بيكون موجود اليوم علي الحاج بلم هالكره علي 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 بحاول يتقدم وعم يسقط على ارض الملعب خطا لمصلحه علي الحاج ثلاث دقائق بالوقت المحتسب بدل عن ضائع متبقي منهم اقل من دقيقتين دقيقه و20 ثانيه تحديدا علي الحاج مجددا شعلة نشاط عم بيكون على الجهة اليسرى الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع مثل ما قلت كان متبقي 20 ثانية على نهاية الوقت المحتسب بدل عن ضائع علي الحاج هو عم يلعب الكرة مباشرة باتجاه المرمى حسب مغنية عم يبعدها من البوكس والهجمة النجمامية عم تتوقف وأيضا صافرة الحكم ماهر العلي عم توقف الأنصار من الانطلاق بهجمة مرتدة 2-0 النتيجة للأنصار بالشوط الأول حسن شعيت وموني وحسن معتو إن صاحبي الهدفين الأنصاريين على وقع طبعا صيحات جمهور الأنصار مشاهدينا
عندنا بريك طويل يعني اذا سمحنا الوقت رح نكون مع كابتن جمال حاج، اذا لا بنلتقي انا وياكم وفارس بالشوط الثاني من المباراه واكيد من بعدها باستوديو التحليلي بعد نهايه الدقائق التسعين.